طيب جميل، نختم الجولة من صحيفة السودان وفيها وفاة 3 وإصابة العشرات بالإسهالات في النيل الأبيض. اضطر سكان قرية السلام في منطقة عسلايا ولاية النيل الأبيض إلى تحويل مدرسة الشهيد خليفة إلى مستشفى ميداني لاستقبال مرضى الإسهالات المائية التي أودت بحياة 3 أشخاص أمس. وكشفت جولة للسوداني في المنطقة عن تزايد حالات الإصابة بالمرض وسط شكاوي من انعدام الأدوية وعدم وجود طبيب مختص عدا عدد من الممرضات والمتطوعين، إضافة إلى انعدام الكهرباء. وقال موسى الضوء الناشط بمبادرة شرع الحوادث إن المشفى الميداني في قرية السلام استقبل أكثر من 60 حالة إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 3، وأشار إلى استمرار تردد المرضى على المستشفى. يعني إحنا بالأمس تناولنا انتقال المرض إلى الجزيرة أبا، واليوم ظهر في عسلايا. الحكومة الولاية بدأت تفقد السيطرة على الأوضاع هناك بخصوص هذا المرض ومحاصرته. نعم والله هي مؤسفة جدا طبعا إنه ينتشر وباء يعني مرتبط عادة بدول يعني ما عندها على الأقل الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللي هي تفشي وباء زي الكوليرا. صحيح يمكن أن يتفشى، الأمم المتحدة نفسها تتكلم عن أنه أفريقيا هي يعني حاضنة للأسف لوبائيات مثل الكوليرا، لكن أن يكون السودان بعد كل هذا التطور التعليمي وتطور في المجال الصحي في السودان أن نرجع إلى سنوات طويلة لورا وأن يحدث تفشي مثل هذا الوباء، فهذا أمر صحيح. التوصيف المثالي له أنه أمر مؤسف ويعني يشكك في قدرات النظام الصحي في السودان، يشكك في قدرات الإنذار المبكر في السودان، يشكك في نظام الترصد الصحي في السودان، يشكك في الحالة البيئية في المناطق التي ينشأ فيها مثل هذه الوبائيات. وبالتالي يجب أن ينظر إلى هذا المسألة بعين الاعتبار وبدرجة عالية جدا من الحساسية، لأن الوبائيات الصحية صحيح هي مسألة الإعلان عنها بضخامة يؤثر في السمعة الاقتصادية للمنطقة، يؤثر في السمعة الصحية للمنطقة، ولكن كمان السكوت عن تفشي الوبائيات يصبح أمر خطير نفسه، يعني يصبح أمر أخطر من الإعلان عنه. يعني الحديث عن إنه وجود في كوليرا، الاعتراف بها بيبقى مرات هو جزء أساسي جدا من حل المشكلة، ودي واحدة من المشاكل أصلا بنعاني فيها من السودان، من مشكلة يعني منذ وقت مبكر، إنه عدم الحديث عن المشاكل بيسبب للأسف في تفجيرها بشكل أقبح وأسوأ من وضعها الموجود. وبالتالي دي مسألة، دي النقطة الأساسية، الاعتراف بعد ذاك الاعتراف بالمشكلة والبحث عن والاعتراف الخطر وتأثيراته، ده بيخلي ده أهم عامل أظن في مسألة تفشي وباء الكوليرا معالجته. وبعد ذاك معالجته ذاته بتخلي بتدي بعد ذاك بتعالج لك المسائل والانعكاسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كلها بتعالجها باعترافك بأنه في مشكلة كبيرة في المنطقة وفي يعني حقيقة موتى بنتيجة هذا أو سبب كان الكوليرا هي سبب للوفاة. طيب وزارة الصحة الاتحادية في العام الماضي استطاعت في فترة وجيزة يعني السيطرة على المرض الذي ظهر في مناطق متفرقة، لماذا تأخرت هذا العام وحتى هذه اللحظات؟ والله واحدة من الأسباب في تقديري هو عدم الاعتراف من السلطات الولائية، والأمر الثاني اللي هو الضعف في النظام الصحي. واضح أنه هناك في ضعف في النظام الصحي. لما نتكلم عن ضعف النظام الصحي ما بنعني انه المستشفيات والمراكز الصحيه الموجوده او كده، لا، نتكلم عن النظام الصحي بشكل عام اللي هو بيشمل الماء، المياه النظيفه، الشرب، بنتكلم عن البيئه، بنتكلم عن حتى الحاله الاقتصاديه اللي عندها دور كبير جدا في النظام الصحي، لانه الوصول نفسه الى مراكز الصحيه، نظام الترصد ده نفسه والانذار المبكر ده هو يحتاج الى قدرات اقتصاديه، الوصول الى مناطق بيع المياه في مناطق دي مثلا في القرى البعيدة من المياه الشرب النظيفة، كلها أسباب أدت إلى التأخير. وبعد ذاك لما ظهر وتفشى كانت هنالك مخاوف وحسابات أظن عادة بتكون سياسية في إنه هل يتم الإعلان
او لا يتم الاعلان هذا التلكؤ في التعامل مع هذا الحدث يصبح امر غريب، رغم انه يعني حتى النظام الصحي في السودان، النظام الصحي الرسمي عنده خبره وعنده يعني ارث في التعامل مع الوبائيات الصحيه وحتى بتصيب الانسان او بتصيب الحيوان، يعني في خبره، انا اظن هنالك خبره في وزاره الصحه الولائيه او وزاره الصحه المركزيه في كيفيه التعامل مع هذه الوبائيات لانها حدثت في السودان، لكن التاخير في التعامل مع هذا ده هو يعني هي دي المساله اللي بتثير الاسئله وبتثير الانتقاد للجهات الرسميه. يعني الشيء المؤسف في هذا الامر اننا في ظل هذا القرن وهذا التطور الذي تحدثت عنه في السودان في منطقه مثل عسلايا تمد السودان بمنتج السكر فيها واحد من اكبر المصانع، ثلاث وفيات في الكوليرا في 2017. صحيح، وحقيقه المرض ما مرتبط بمكان ما، دي الحقيقه. لكن يعني لكن التطور ولكن له علاقه ولكن الوباء 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 حسب الدراسات العلميه اللي بتقوم بها حتى منظمه الصحه العالميه حتى بيقوم بها السودان يعني باشتراك مع السودان بيؤكد انه يعني المناطق اللي بتواجه بنقص في 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 بتواجه مشاكل بتاعت فقر، بتواجه مشاكل اقتصاديه، بتواجه مشاكل تعليميه، بتواجه مشاكل بيئيه، هي دي اللي بيحصل فيها وبائيات. المناطق صحيح اللي عندها سوق اقتصادي كما اشرت انه يحدث فيها مثل هذه الحالات يعني حتى الان اظن في هذه المنطقه هي حالات ولا يعني ما حتى الان ما في تصنيف لها انها يعني وباء منتشر ومتفشي، لكن في النيل الابيض موجود وفي موجود بشكل متفشي ظاهر لانه في عدد وفيات كبير، في عدد اصابات كبير يعني، بالتالي يمكن ان يعتبر انه وباء في هذه المناطق. ده طبعا برضه عنده تاثيرات اكيد على البيئه موجوده، البيئه الاقتصاديه اذا كان في عسلايا او اذا غيرها عندها تاثيرات اقتصاديه. والخوف من التمدد اكثر، والخوف من التمدد الان واضح انه هنالك في جرس انذار، واضح انه في جرس انذار وفي صوت عالي جدا انه في مشكله كبيره جدا في النيل الابيض، وبالتالي يصبح كيفيه التعامل معه هو دي المساله المهمه. طيب لو لاحظت معي من صيغه الخبر يعني في السوداني ان الناشط بمبادره شارع الحوادث موسى الضو قال ان المشفى الميداني في قريه السلام استقبل، يعني يبدو ان الشباب هم المتحركين الان ميدانيا، يعني يبدو ان شارع الحوادث هي من انشا هذا المشفى الميداني. نعيد السؤال، اين السلطات الصحيه الولائيه والمركزيه؟ والله انا زي ما قلت لك انه واضح انه تلكأت في الاعتراف وبوجود المرض نفسه. هذه المنظمات هي مساعده ومسانده، لا يمكن طبعا اعتبارها هي الجهه الاساسيه. صحيح ده جهد يشكر عليه حقيقه، وهذه المجموعه بالذات عملت يعني انشطه انسانيه عديده جدا في مناطق كثيره جدا، ليست في ولايه النيل الابيض فقط، ولكن جهدها الملحوظ والمقدر في مناطق عديده جدا وغيرها من المنظمات. لكن في النهايه دي منظمات مجتمع مدني، المسؤوليه الرئيسيه تقع على الجهه الرسميه اللي هي وزاره الصحه، وزاره الصحه نفسها ما بتقدر برضه تشتغل برا، هي في النهايه برضه بتعتمد على مثل هذه المنظمات في دور مثلا حملات التوعيه، في دور في ادوار كبيره جدا بتقوم بها هذه المنظمات وتلعب دور. نحن لما نتكلم عن انه في منظمات بتعمل في ادوار ده ما بيلغي انه مسؤوليه وزاره الصحه، ولا بنقول انه وزاره الصحه ايضا يعني في النهايه تقعد هي بس في المكاتب وفي الوزارات وكده في التنظير وفي في العمل النظري وما تقوم بعمل يعني ميداني. الواقع انها هي بتقوم في عمل ميداني، ولكن المسألة مرتبطة زي ما قلت لك بجوانب سياسية، مسألة الوبائيات دي عندها علاقة كبيرة جدا بالقرار السياسي. ليه؟ لأنه بينظر ليها إنه عندها انعكاسات سياسية، عندها انعكاسات اقتصادية وكذا، كيف يحصل تلكؤ؟ ومن المؤسف له إنه وزارة الصحة عندها خبرة في هذا المجال، فلما تتلكأ في التعامل مع هذا الموضوع بسرعة، أنا أتكلم عن السرعة ما بتكلم عن إنها هي ما تعاملت، أكيد وزارة الصحة تعاملت لأنه عندها إدارة للوقايه وللوبائيات. صحيح. وعندها خبره وفي الخبرات موجوده البشريه. نعم. موجوده. صحيح. الكوادر فيه، ولكن تلكأت بالاعتراف، لان افتكر انه الاعتراف هو جزء من الحل، ولكن اظن
تقديرات لتخصها، أجلت مسألة التعامل معها بشكل في الإعلام. قد تكون، وده المؤكد، قد تكون عملت على أرض الواقع. طيب نعم، أشكرك جدا الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي خالد سعد، شكرا جزيلا لك مشاركتك معنا هذا اليوم.